ذلك سيد مأمون العباسي يعني دعا المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في خدام دورتها 9 في لندن لضرورة إدخال إصلاحات على النظام المالي العالمي من أجل تجاوز العقبات التي تقف أمام الاقتصادات العالمية. برأيك ما هي أبرز الإصلاحات المطلوبة؟ أظن بالدرجة الأولى أن يكون المستثمرين على علم بما يستثمرون. أصبحت المعاملات المالية معقدة إلى درجة يعني أصبح حتى الخبراء لا يفهمون فيها. طيب. وكثير من الأحيان أيضا تأخذ طابع التنبؤات وهو الطابع قمار نوعا ما. نعم. فهذا أظن هذا الأبرز، أظن هذا اللي كان يقصده. فقط يعني هذا الطابع سيد وهذا يشمل أغلب يعني دعوة جملة من الإصلاحات على النظام المالي العالمي من أجل الخروج من هذه العقبات أمام الاقتصادات العالمية. إذا كان هناك شفافية أكثر. طيب. في التعامل الاقتصادي والناس تعلم بماذا تتعامل وتتاجر بشيء ملموس موجود على الأرض وليس عقد تجاري يؤول ويفسر يعني مستقبلا أو أسعار ناس يعني تربح أو تخسر على تنبؤها فيكون على يعني كلام جميل ولكن حالم بعض الشيء سيد مامون يعني معظم الصفقات التجارية تم على هذا الشيء على أساس تنبؤ ولن يسمعوا لهم يعني هو هذا كانت دعوة لا يعتقد أن تأخذ بكلامهم يعني لا تعتقد انه لا ياخذ بهذا الكلام؟ لا اظن لان مبني كثير من يعني كثير من ولكن المنتدى الاقتصادي الاسلامي سوف يكون له ثقل في لندن بالمستقبل، لا تعتقد انه من الحكمه الاستماع الى هذه النصائح والاخذ بها مثلا؟ لا لان سوف يخسرون المستثمرين النوع الاخر، المستثمرين المقامرين، المستثمرين الذين لا يجون ولكنك قلت قبل قليل كل انواع المستثمرين سوف يرحب بهذه الخطوه لأن التعامل وفق أخلاقيات الشريعة الإسلامية. لا طبعا كيف سيخسرون إذا التزموا بهذا الشيء؟ كيف سيخسرون؟ لا يوجد يعني نقطتين أقول. طيب. المستثمرين سوف يرحبون بوجود استثمار أخلاقي إلى جانب آمن. نعم. طيب. لكن هذا لا يعني أن الاستثمار الآخر المقامر سوف يتوقف فهنا هم يجدون كل الأسواق مفتوحة. طيب. فالمقامرين الذين لا يحق لهم قانونا أن يقامروا وفق الشريعة الإسلامية عفوا ليس طيب. شريعة إسلامية وفق القانون البريطاني وفق القانون الأمريكي والقانون الألماني نحن نتكلم عن البريطاني على لندن المقامرين طيب. الدوليين طيب. الذين لا يستطيعون أن يدخلون في معاملات اقتصادية خطرة طيب. فيها مغامرة في أمريكا لأن القوانين هناك تمنعهم طيب. وفي أوروبا لأن القوانين هناك تمنعهم يدخلون فيها في بريطانيا في بريطانيا لأن القوانين هنا مرنة فبريطانيا تكسب هؤلاء المقامرين هذه من ناحية بنفس الوقت تكسب المستثمرين الأخلاقيين اللي موجودين في العالم الذين لا لكن هذا اللي كسب هل يعود الاقتصاد البريطاني بالنفع؟ الاثنين أليس سبب أي ضرر للاقتصاد البريطاني هذا الكسب الآخر وغير الأخلاقي؟ تسميته يعني ايضا طبعا يعتمد على من اي شركات سوف تشارك فاذا كان الشركات التي الناس تعتمد تقاعدها عليه يذهب مع مقامرين فيخسرون تقاعدهم واذا كان الذين لديهم تقاعد يذهبون مع شركات امنه اخلاقيه اسلاميه فيطمئنون على تقاعدهم لكن الشركات كلها سوف تربح لكن المستثمرين بعض منهم يخسر بعضهم لا بالنسبة للحكومة البريطانية هي لا تريد أي مستثمر أن تبعده تريد الجميع أن يأتي إليها طيب برأيك يعني هل مساهمة مسلمين بريطانيا في الاقتصاد البريطاني تعادل حجمهم الطبيعي في البلاد؟ مع الأسف لا وهذا الشأن كثير من المهاجرين ليس فقط المسلمين يعني سواء من أصول هندية من أصول باكستانية أصول طيب. سوداء أحيانا هناك يعني دائرة أو أيهما تأتي الأول الدجاجة أم البيضة أحيانا طيب. تسبب هو المسبب ويرجع الظروف الغير قبل كانت ظروف غير مناسبة جعلتهم يتأخر والتأخر جعلتهم في ظروف غير مناسبة طيب كيف يمكن معالجة هذا الأمر؟ كيف يمكن جعل مساهمة مسلمي بريطانيا بقدر حجمهم الموجود في البلاد؟ هل هناك أي شأنهم شأن كل الأقليات في البلد طيب. شأن أقل البلد وهي المعني بذلك الحكومة ولكن الجالية المسلمة من أكبر الجاليات هنا بعد نعم والجالية المسلمة أيضا ليس متكونة من يعني من عنصر واحد هناك مسلمين إنجليز يعني يوجد أكبر نسبة من الاعتناق الإسلام من قبل الإنجليز مثلا ليس نفسهم اللي جاءوا من أفريقيا وليس نفسهم جاءوا من آسيا وليس منهم مثل العرب مثلا أو الخليجيين فلا يعني لا هل هناك أي طرق ناجعة لرفع هذا مستوى المساهمة المسلمين في بريطانيا برأيك؟ هذه مسؤولية الدولة البريطانية بالدرجة الأولى أن تهتم بكل الأقليات بكل يعني المكونات المزايكية للبلد
أن تعطيهم فرص عمل متساوية، أن تشجعهم، أن لا يكون هناك تمييز. يعني هذا طبعا عن فرص العمل، لكن نحن نتكلم عن المساهمة في الاقتصاد، يعني الاستثمار في القيام بتجارة بمشاريع تجارية ضخمة. يعني كيف يمكن رفع هذه المساهمة المسلمين بريطانيا؟ توجد يعني الدولة لن تدعم، يعني تدعمك إذا تملك المال وتريد أن تفتح مشروع، سوف تحصل على الدعم الحكومة البريطانية إذا استفادت من هذا المشروع. هناك أموال طائلة والضرائب والأشياء. هناك أموال طائلة من المسلمين في خارج يعني خارج بريطانيا تدخل إلى البلد. يعني ماذا عن المسلمين الذين لم يكن أموال طائلة خارج بريطانيا؟ يعني ماذا عنهم؟ هل كيف يمكن مساهمة؟ يعني هل هناك من فكرة من طرق ناجعة لرفع مستوى المساهمة؟ مثلاً فتح شركة هنا لدعم هؤلاء أقرابهم. القوانين لا تميز ما بين مسلم وغير مسلم أو أقلية أو غير مقلية. طيب. لكن بسرعة ما قوانين المحافظين بسرعة ما هي تهتم أكثر بأصحاب الأعمال أكثر من بقية. طيب هل يمكن لرجال الأعمال المسلمين أن يقوموا بهذا الشيء، دعم المسلمين الذين يقومون باستثمارات؟ هذا الشيء وارد تعتقد؟ أتقصد المسلمين في الخارج؟ في المسلمين داخل في بريطانيا، التجار المسلمين في بريطانيا يدعمون المسلمين في بريطانيا لرفع مساهمة المسلمين في بريطانيا وهي تعود عليهم بالنفع في آخر الطريق. يعني توجد شركات يعني للعمل الخيري كثيرة، توجد شركات للعمل الخيري، ليس العمل الخيري يعني مثلا لإقراض المسلمين البريطانيين أو إعطائهم بدون شروط. يعني تعرف أن الحصول على القرض في بريطانيا تحتاج إلى الكثير من الأشياء، وهو يعني أمر شبه مستحيل في بعض الأحيان، أليس كذلك؟ ولكن تسهيل هذا الأمر على مسلمي بريطانيا من أجل رفع مساهمتهم في الاستثمارات الاقتصادية في البلاد. صحيح، المفروض أن يساهموا أكثر، والمفروض أن يكون هذا المجال مفتوح للجميع، المسلمين وغير المسلمين أن يريد أن يدخل هذه البنوك. هل تم طرق هذا الشيء من قبل سيد مأمون؟ لا عفوا، هل تم طرق هذا الشيء من قبل سيد مأمون؟ نعم، يوجد بنك إسلامي، لكن لا يوجد يعني ليس له حضور قوي جدا. السبب غير معروف. ما فائدة البنك الإسلامي إذا للمسلمين في بريطانيا برأيك؟ فائدة ممكن له فائدة. هل يسهل الحصول على قروض للمسلمين؟ أتعتقد بذلك؟ حسب علمي لا يختلف كثيرا يعني بشكل كبير عن البريطانية العادية. بالضبط، هناك تغيير في الطريقة، مع الفرق أنه لا يأخذ الفائدة بمرور الزمن، ولكنه سيرفع نسبة المبلغ الشهري الذي يتم دفعه، أليس كذلك؟ نعم يوجد طريقة، لا أظنهم وصلوا إلى الحل الأمثل لحد الآن يعني في هذا الموضوع. طيب رأيك ما هو حجم الشركات الإسلامية في بريطانيا مقارنة مع نظيراتها الشركات الموجودة نتكلم؟ لا أظن، ليس لدي معلومات دقيقة، لكن لا أظن أنه يعني لا أظن أنه كبير، وذلك شأنه شأن كل الأقليات يعني التي أتت من العالم الثالث إذا كانوا المسلمين من هذه الأقليات. يعني ما يعني ليس لها حجم مقارنة مع نظيراتها برأيك؟ هناك بعض الشركات الإسلامية ضخمة جدا في هذا البلد سيد مأمون، ألا تعتقد أن حجمها لا يضاهي حجم نظيراتها؟ نظيراتها لا، على حسب الاقتصاد البريطاني بشكل كبير. لا أظن أن الجانب الإسلامي يشكل نسبة كبيرة من حجم الاقتصادي بشكل كامل. طيب حجم الشركات الإسلامية كان سؤالي في بريطانيا مقارنة مع نظيراتها. نظيرتها أين؟ في بريطانيا، في لندن، الشركات التجارية. طيب ما هو حجمها برأيك؟ ما هو حجم الشركات الإسلامية في بريطانيا مقارنة مع نظيراتها؟ هل تملك حجم أساساً؟ هل هي منافسة قوية للشركات الموجودة في بريطانيا؟ لا أظن، لأن بريطانيا مكان مفتوح للشركات العالمية ككل، فالتنافس عالي للمسلمين ولغير المسلمين. طيب، تحتضن لندن أكثر من 20 مصرفاً دولياً للخدمات المالية الإسلامية، 6 منها تعمل تماماً وفق الشريعة الإسلامية، و25 شركة محاماة تقدم خدمات واستشارات قانونية وفقاً للشريعة الإسلامية. برأيك ما هي أهمية ذلك في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا؟ هي كبداية تنفع. طيب. لكن دائما يعني هناك أمل أن تزيد وأن تكبر، لكن كبداية طبعا أفضل من بلدان أخرى لا يوجد فيها هذه الإمكانيات وهذه الخدمات. طيب لماذا تصدر بريطانيا الدول الغربية في قطاع الصرف الإسلامية؟ يعني تبلغ قيمة الأصول الإسلامية فيها نحو 12 مليار جنيه استرليني، مع أكثر من 20 مصرفا كما ذكرت للخدمات المالية والإسلامية والشركات التي تقدم خدمات واستشارات قانونية وفق الشريعة الإسلامية، لماذا برأيك؟ السبب الأول وهو أنه هي من يعني الخدمات المالية هي رائدة دوليا، يعني ليس فقط في المسألة الاقتصاد الإسلامي، لكن الاقتصاد بصورة عامة هي من أكبر الأماكن للاستثمارات والتعاملات المالية بريطانيا، فشيء طبيعي أن يشمل ذلك الإسلامي أيضا. السبب الثاني وهو أنه البريطانيين منفتحين أكثر على العالم الخارجي، توجد يعني قانونا على الورق عنصرية أقل وترحيب أكثر
بالأموال الخارجية. هل هو السبب الوحيد برأيي؟ لا، هذا السبب الثاني. السبب الأول هم رائدين، رائدين في المجال الاقتصادي. أي سبب آخر بسرعة؟ لا يحضرني. طيب، وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث اتهمت المسلمين بعدم السعي لفرص العمل المتاحة لهم للقضاء على مشكلة البطالة. برأيك هل هذا الاتهام صحيح؟ لا أظن هذا الاتهام صحيح، وهو شأنه شأن كثير من، يعني دائما توجد فترة قبل في الثمانينات. طيب، كان هناك السود كان يسائلهم وهو المذنبين، فترة من الفترات كانوا الأيرلنديين، فترة من الفترات كانوا اليهود. دائما هناك شماعة، دائما هناك أقلية مضطهدة، دائما هناك يعني إيه. نتكلم عن الاضطهاد هنا، وأنا أتكلم أنهم لا يوجد هذه فرص العمل المتاحة. لا يوجد دائما فرص عمل. أحيانا أنت تقدم، أنت كإنسان مسلم أو عربي تقدم. طيب، على عمل ولا يقبلوك. فليس دائما، بعض الأحيان تتوفر لهم فرص عمل من قبل الحكومة البريطانية، ولكن لا يقومون بأخذ هذه الفرص لمختلف الأعذار والأسباب. لا أظن هذا الكلام دقيق، يعني لا توجد أدلة تثبت هذا الكلام. هذا ما قالت وزيرة الخارجية الداخلية البريطانية السابقة جاك سميث. إيه طيب، السابقة. لا أظن هذا الكلام دقيق. طيب، مركز ICM للأبحاث أعلن في استطلاع للرأي في بريطانيا في تموز يوليو الماضي أن المسلمين هم من أكرم من يقوم بالأعمال الخيرية في بريطانيا. هل تتفق مع ذلك؟ نعم، أظن ذلك. وهذا يتفق مع تقرير آخر كان دولي ويتحدث عن كيفية استثمار الزكاة، إذا كانت يعني أحصوا كمية الزكاة اللي تدفع حول العالم. طيب، وكذلك الصدقات، ووجدوها جدا جدا هائلة. فكان هناك اقتراح ودراسة أن توجه بعمل، بدل ما كل واحد يعطي على هواه، أن توجه في أعمال خيرية لكي يستفاد منها. وقالوا أنه يعني كثير من مشاكل سوف تحل لو كان فقط توجه هذه الاستثمارات. فمن ناحية الدفع، نعم هناك دفع كثير، وهذا يعني من أكرم ما يقوم بالأعمال الخيرية. نعم. طيب، صحيفة التايمز البريطانية ذكرت في 25 من أكتوبر عام 2013 أن مسلمي بريطانيا هم الأفضل في أوروبا من حيث الحقوق والحريات، وأنهم يحظون بما لا يحظون به في بلدان أوروبية أخرى، علما بأنها كشفت نفس الصحيفة في 30 من سبتمبر عام 2013 أن نسبة كبيرة من مسلمي بريطانيا يخشون الاضطهاد ويعيشون الخوف من مهاجمتهم. كيف تقرأ ذلك؟ الخبرين صحيحين. دعنا الجزء الأول من الخبر. الجزء الأول، إذا قارنت الأوضاع المسلمين في بريطانيا مقارنة بفرنسا أو ببلجيكا، أحيانا يمنعهم من الحجاب مثلا، أو من بناء مساجد أحيانا، أو في مثلا إيجاد فرص عمل في ألمانيا مثلا. فتجد أن البريطانيين جدا جدا يعني مرتاحين في بريطانيا، جدا جدا مرتاحين. نعم. لا فضل طيب. مقارنة مع نظرائهم في أوروبا. طيب، التخوف طبعا، لأن المشكلة هو الإعلام بيد مثلا خمس ست شركات. طيب، معروفة بميولها المعادلة للإسلام. فهؤلاء الأشخاص يوميا ينزلون مقالات فقط غير يعني مسيئة، ولا يهتمون بما هو منصف للمسلمين أو للإسلام. يعني حتى تقبل نسبة كبيرة من المسلمين في بريطانيا يعني يخشون الاضطهاد ويعيشون الخوف من مهاجمتهم؟ يعتمد ما المقصود بالخوف. يعني كثير من الأشخاص على المستوى يعني ليست إحصائيات كبيرة، بس طيب، تعرف كثير من الأشخاص لا يذكرون أنهم مسلمين إذا استطاعوا ذلك. كثير من الأشخاص يقولوا أنه يعني يحاول أن يتجنب هذا الموضوع. لماذا هذا الشيء؟ السبب الأول هو الإعلام يسيء، لأن المواطن البسيط البريطاني إذا دائما يرى أنه دائما، ولكن هنا في بريطانيا تقول أنت مسلم، أنت تعرض لأي شيء. يعني أنا هنا مسلم وأعيش في بريطانيا، يعني وأينما سؤال تقول أنا مسلم، لما تعرض في حياتي لأي شيء؟ لا طبعا، يعني ليس هو كله بشكل أو طيب، أو بآخر. لكن أكيد يخشون أن يقول أنهم مسلمون عندما يتم سؤالهم هنا. كيف ذلك؟ يعتمد أحيانا في بعض المواضع أو في بعض مثلا الأماكن. أنت تتكلم عن لندن. طيب، وفيها غالبية غير إنجليزية. طيب، إذا خرجت خارج لندن الوضع ممكن يكون مختلف. أماكن حساسة. هل تتعرض للاضطهاد لكونك مسلم في خارج لندن؟ توجد بعض الحالات قد تكون استثنائية. الحالات الاعتداء قد تكون استثناء، اللي هو كانت هجوم على مساجد بقنابل. لكنك ردت فعل لمقتل هذا الجندي. نعم، لكن لم يحدث من لا شيء هذا الشيء. دائما الناس والذي اعتدى على الجند البريطاني كان يحمله مسؤولية هو بريء منها. دائما الأبرياء يذهبون ضحية لأخطاء آخرين. فهذه، لكن هل يعني أن الناس لا تتخوف؟ تتخوف الناس، لكن ربما التخوف أكثر من الاعتداءات. يعني الاعتداءات نسبية. طيب، جد يعني قليلة، لكن ربما التخوف يكون أكثر، والتخوف عادي يعني. طيب، بكلمة أخيرة، ما هي رؤيتك للسكوك الإسلامية في بريطانيا؟
في المستقبل؟ هي تعود بالمنفعة بالدرجة الأولى للمجتمع البريطاني ككل بمسلميه وغالبيته الغير مسلمة. فأتوقع لها النجاح. هي لا ليس بديل ولا تغني ولن تستبدل أي شيء. هي فقط إضافة استثمارية فقط. طيب، الكاتب والصحفي السيد محمود العباسي، كنت ضيفا معنا في برنامج بلندن لقناة الاتجاه الفضائية.